footprints. يلا شو رايكم بالفوت برينتس؟ انا صار لي تقريبا سنه ونص مع الفوت برينتس. دايما بطعمهم بالهايكينج، بيعملوا هايكينج كتير كمان، أجمالا كتير تنمية بالأكتيفيتيز، بكل شيء بيعملوا. الجروب كلهم منظومين، متعودنا على بعض وننبسط، وبتمنى أنه يدوم، يعني يكفوا المسيرة والتقدم والنجاح المستمر. Thank you. Footprints هو جروب للهايكينج والأكتيفيتيز. أنا صار لي سنة ونص، الحمد لله معهم هلا هو صار سنتين. جروب بعقد، أنا جربت كتير جروبات وهو جروب كتير هو الجروب، يعني أنا بحكي الجروب كجروب إنه الأشخاص اللي فيه يعني غير كل الجروب والروح اللي فيه يعني، وإن شاء الله أكمل. هاي نحن إيهاب ورفا، نحن صرنا سنة مع الفوت برينتس، جربنا جروب ثانيين بس الفوت برينتس هن ذا بيست، لأنه هيك الروح للتعاون اللي موجودة فيهم مش موجودة ولا جروب تاني. هاي عبال إن شاء الله المية، وإن شاء الله كل أنيفرساري بنكون سوا يا رب، وأحلى شيء الرافتين معكم، وأهم شيء نبلع نهر العاصي. ثانك يو. عبال مية وإن شاء الله بتضلوا مكملين تعقدوا. عبال المية فوت برينتس، مع فوت برينتس شفنا مناطق ما شايفينها بعمرنا، طلعنا شفنا جمال لبنان، جمال طبيعته. ما تخيلنا انه بلبنان في مناطق هيك حلوه، وعن جد for your next touristic هيك trips روحوا مع الفوت برينتس قبل ما تجربوا تطلعوا برات لبنان او وينعاد عليكم مره ثانيه. عبال مية فوت برينتس عن جد بتعقدوا، يعني نحن من محبتنا للفوت برينتس وللرحلة الرقمية حبينا نقدم هيدي للجايدز كلهم، قصرناها ب هيدي صفيرة شغل ايد نحن عملناها. ايوه بتصفر وكل شيء. بدها بتصفر هي، لا حتصفر. يلا حكينا عن الكلاب. نمبر 1 ان لبنان. قد ايه صرت معهم؟ قد ايه صرت طالع؟ 6 شهور 7 شهور. كيف كان كل شيء؟ كل التريبس حلوه؟ بيرفكت واز جريت. Everything was great. بكلمة واحدة كيف تختصر عن الكلاب؟ لبنان. يا الله مرة كيف أخذتها؟ اسمي نعمة سيداني، صار لي سنة مع فوت برينتس. حركات ريليكس، يعني جريت اكسبيرينس. شو بدي أقول لك، الكلاب كتير حلو، الأحلى شيء فيه إنه كتير أورجنايزد، والجايدز very friendly very helpful، وحتى لو كنا 20 شخص أو 100 شخص بنضلنا ماشيين on time والحمد لله. يعني يعني it's really an amazing experience. والحلو كمان إنه كل مرة بينوعوا بالمناطق وبينوعوا بالactivities، so هيك ما حدا بيزهق. so أنا I recommend كل واحد يجرب الفوتبرينتس، أكيد الexperience معهم غير عن كل ال يعني all other groups. Okay, hi first. Foot Friends, the most amazing club in Lebanon. I will never try another club. And definitely, it's Lebanon. And I love it and I will always love it. يعني perfect. بصدقي ما في أحسن منه. بنحبكم. Your awesomeness. Exactly. We love you. Yes, we do. I wish أن أكون بالكامب تاني. وأنا كمان. أهلا وسهلا. كلاب كتير حلو، كتير كول، كتير فان. وأهم شيء إنه على راحتنا، مش إنه مستعجلين نركض على الأول. هاي عبدهم ما بيقولوا الاستعجلة. هاي دي ليمان أختي. هاي لينا. روعة.
عن جد كتير روعة. الرماني ولا الكلاب؟ اثنين سوا. بعد هالمجهود هيدا الرماني كتير طيب. شو رأيك بالكلاب؟ أحلى كلاب وأحلى عالم وبس؟ بس كلاب بجنن كتير حلو أحلى عالم فيه بس هيك؟ بعد أكثر. شو بدي أحكي عن الكلاب؟ أهم شيء إنه أنا اليوم طالع فور فري مع محمود غلييني. مع محمود غلييني ولا مع الفوت برينس؟ مع الفوت برينس. شو رأيك في الكلاب؟ بعقد أحلى كلاب يار. يعني الله يديم الجمعة الحلوة هيك معكم أكثر هيك. خلاص باي باي. هدا أنت من الأدام كمان. كمان بعقد الكلاب. طيب يا عن جد الويت هايكينج احلى شيء. بس انا استحليت رماني وما قطفت. ما قطفت. برافو. ليه ما قطفتي؟ لانه تيك نثينج بات بيكتشرز. هبه طبنا بس من محمود بس عشان انا اعطوني كادول. هاي لا اتس فوت برينتس كده انا جد سلام عليكم. كنتم بعد وبعد ونحاول بعد مشاريع احلى. هاي بس كلوب كثير مبسط كثير سيف. انا فقدت اجري بال وان شاء الله عبال سنين لقدام. انت اي مره هاي؟ سكند تايم. اوكي ليه رجعت تطلعتي معنا؟ لانه هدى بده يطلعني معه. جابت كثير انبسطت هذيك المره بالاموال. مش منيح يعني؟ عبد كلم منيح كده؟ كده كده مية 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 مية. مازن تعبت هيئتك. أنا هلكت. أحمد طلع فيه هون. طلع اللي مشينا هلا حلوة إيزي ولا صعبة؟ بسطت؟ تعبت؟ جننوا ميت رحلة وغير شكل. مبسوطين؟ كله 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 حلو وبجننوا بعقد. بس الميتين. الكلاب كتير حلو كتير منبسط كتير متسلى. هيك بتحسهم مثل عائلة تانية. شو كمان وهيك منشوف لبنان والطبيعة ومستكشف مناطق كتير حلوة. أي رحلة لك هاي؟ أي رحلة لألي؟ سابعة يمكن هيك شيء ما بعرف. ستين. الكلاب هيك هي الفكرة بلشت انه هيك فجأة عم ذكر بيقول لي مازن طويل بيقول لك ما انا عبالك تعمل شيء مجنون وكيف يعني؟ قال لي في الكلاب بفوت برينس طالعين يعملوا سنو شوينج وقت كانت العاصفة كثير قوية. قلت له ايه بطلع وطلعت ادمنت سيمبلي يعني صرت كل احد بدي اطلع قاعد يطلع تعرف اهلك خلصنا بقى مين هذا محمود الغلايين تعرفت عليه مين هذا الكلاب. وعن جد شوي شوي صار جزء من حياتي يعني بحاول انه الاحد فضي حياتي كرمال فوت برينس. كتير مهضوم الكلاب طلعاته حلوة جو حلو دايما في جو هيك شبابنا فيه. شو كمان بيطولوا بالهم علينا مدايدين بيساعدونا اذا علقنا مش مطرح خلونا نملوك. حسيت حتقولي كنتوا معي بالصوت. شو رأيك بالكلاب؟ شو رأيي بالكلاب؟ بتجنن من أي ناحية؟ لا يا ناحية هتقطيش؟ خلاص من أي ناحية؟ من ناحية الرياضة وستريس. كنت هيدا خبرك هيدا كنت كل يوم الصبح بطلع بالباص بقول أنا يا أمينة شو صاير عليك بطلعي هلا هيك ما كنت نمتي وارتحتي ارجع آخر النهار وقول لا برافو سافرتي ورجعتي فبلش الأسبوع بشكل جديد. فضل عريس. أول شيء بالنسبة دعك كله أول شيء نقول كل عام وانتم بخير للفوت برينتس بعيد الثاني. نحن بالنسبة لنا الكلاب هو منه نادي أو شيء نحن نطلع هو عائلة مجموعين كلها مع بعض نتسلف فيه ونشوف مناظر حلوة بلبنان. هيدي الكلمة قلتها ما بعرف رح ضلني عايش من بعد اللي عم بخططوا له هنيك. بنشوفكم السنة الجاية إن شاء الله. باي باي. هاي
شو بدنا نقول footprints شيء كتير رائع. فينا نقول إذا واحد بده يعمل عن جد يكتشف شيء جديد ويعمل أمانتير حلوة في يروح مع footprints. والحلو إنه بتشمل كل الشاسيتي الليفل الهينين الميديوم الصعبين. والحلو إنه دائما في تجدد, هذا أهم شيء. مناطق كتير حلوين, مناظر كتير رائعين, وشباب كتير بعقدوا. دايما التيم بيكون كتير حلو ودايما ما في زهق, دايما في جديد. وبالنسبة للانيفرساري ان شاء الله دايما على طول بتكون هيك بهالحماس بهالحاوية وبهالتشدد, وان شاء الله يكون على ايام ولادنا بعد في فوت برينس. بكلمة واحدة عن الكلاب, تعرفنا مع الفوت برينس على احلى مناطق ما كنا بنعرفها, احلى جروب. شيء كتير حلو وكتير متعب بس بيمرق كتير حلو. ما في قول كلمة واحدة بنقول كلمتين. أول شيء it's safe, very safe. تاني شيء it's really an amazing experience, it's very enjoyable. صار أكثر. I told you it's Lebanon. جو كتير حلو عن جد. أوكي. كفاءة. Wonderful. كلمة واحدة. كلمة واحدة exotic experience. الله يبارك بالشباب. صوفيا نقول footprint شيء رائع. موجي موجي ونطوا بالعالي.